السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. تغطية خاصة: الميليشيات الحوثية تعدم العدالة واليمنيون وتهم أكبر المتضررين. كيف تصحو عصبة خمرتها من دماء الشعب والشعب الندامة؟ عصبة الأجواخ لا تحنو ولا تعرف العدل ولا ترعى الذمامة. لا تقل فيها قوى الموت، لا تقل فيها قوى الموت، وقل ضعفنا صورها موتا زؤاما. سوف تدري عصبة الظلم غدا حين يصحو الشعب من أقوى انتقاما. رحم الله ثائر اليمن المبصر عبد الله البردوني، الذي جرد الكلمة من اللغو وكثف الحقائق بصورة فذة. تحدث عن الحوثيين كأنه يراهم، أبصر جرائم أجدادهم خصوصا تمتعهم بدماء الشعب. الحوثيون اليوم وفي ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، العاصمة المختطفة، يحفزون الثورة عليهم بالرقص على دمائنا المسفوكة غدرا وغيلة وبدون عدالة. العدالة لقد اختطفوها وحولوا رجالاتها أو أكثرهم إلى بيادق للظلم والطغيان. إنهم يرسمون طريق النهاية لهم لا أكثر. تغطية خاصة حول جريمة إعدام أبناء تهامة، خلفياتها ومآلاتها بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصة اليوم لجريمة إعدام العدالة في العاصمة صنعاء من قبل الميليشيات الحوثية. اليوم يسعدني أن أرحب في الاستوديو بضيفي وضيفكم الأستاذ عامر أحمد دليش، وهو الناشط السياسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي العزيز. وأيضا مرحبا بك للتغطية في هذه القضية الخاصة والمهمة. وأيضا سوف ينضم إلينا عدد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين لتسليط الضوء أكثر. أهلا وسهلا بك. في البداية، هذه الجريمة الحوثية، العمليات السرية لإعدام العدالة، عمليات سرية كانت تقوم بها الميليشيات، كيف مرر الحوثيون جريمتهم بحق أبناء تهامة؟ جرائم، أولا أعزي نفسي وأعزي أهالي الشهداء وأعزي كافة الشعب اليمني في شهداءنا والدماء الطاهرة التي أعدمت يوم أمس في صنعاء ظلما وطغيانا من قبل هذه الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية منذ فرض سيطرتها بقوة السلاح واختطاف الدولة واختطاف العاصمة صنعاء واختطاف الدولة وسيطرتها على كل أركان الدولة في اليمن بعد انقلابها، بدأت بالاعتقالات التعسفية لكل الأبرياء ومن ليس لهم ذنب في خطوات استباقية، وبدأت بهجومها ضد من تخشاهم ومن سينهضون ضد من سيثورون ضدها وهي قبائل الزرانيق، وقامت بحرب عبثية ضد أبناء الزرانيق واختطفت منهم الكثير. واليوم كما شاهدتم وشاهد الشعب اليمني بأكمله وشاهد المجتمع الدولي، وهم يعدمون أبرياء لا حجة لهم ولا ذنب لهم بمقتل الصمادي أو غيره، فقاموا بإعدام الأبرياء تحت محاكمات وهمية، لا محامين ولا قانون قضاء ولا أي شيء من هذا القبيل، وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء. ومن ضمن من قاموا بإعدامهم وسفك دمائهم شيخ قبلي كان متعاون معهم في بداية الأمر. سأتي إلى تفاصيلهم، لكن إلى التفاصيل، لكن دعني أقرأ لماذا قام الحوثيون بهذه الجريمة؟ ما الذي يريد أن يقولوه لليمنيين ولأبناء تهامة تحديدا؟ جماعة الحوثي هي تعرف أن في تهامة شرارة ثورة، وهي تساند الثورة منذ البداية، منذ قيام الجمهورية، فهذه الخطوة خطوة استباقية لإفزاع الآخرين، لإفزاع الآخرين لكي تخمد من يريد الثورة ضدهم أو
مقاومة. إذن هي تتحسب شيئا في الحديدي. تتحسب نعم. نعم. المجتمع الحديدي يئن تحت وطأة هذه الميليشيات، كيف يعاني المجتمع لوصول هذا الإحساس إلى الحوثيين؟ كيف يعيش المجتمع التهامي؟ المجتمع التهامي يعاني من حرمان من كل شيء، فالميليشيات الحوثية تدرك وتعلم أن لا قابلية لهم في تهامة بشكل عام، لا قابلية لهم لا في الحديدة ولا في المدن ولا في خارج هذا، ولكن العنف الذي يستخدمونه والاعتقالات الاستباقية الذين يقومون بها، وكذلك هي تواجه بسلاح الدولة ناس مدنيين عزل ليس لديهم ما يقاومونه، فتهامة محتاجة إلى الدعم. والقوات المتواجدة اليوم في تهامة وهي الأبواب وأسوار الحديدة قادرة أن تنهي هذه المشكلة بالكامل. نعم. في السجن قتل واستشهد أحد هؤلاء المتهمين الأبرياء رحمة الله عليه، ورحمة الله على 9 الذين أعدموا في ميدان التحرير. شاهدنا أيضا طفلا صغيرا يؤخذ بتلك الطريقة، يعني في حالة تعذيب شديدة وصلت إلى الشلل كما قيل. هاتين الصورتين ضمن الصورة العامة، ما الذي تمثلانه بالنسبة للميليشيات الحوثية؟ هذا ما ظهر للصورة، هذا الطفل وتسأل يعدمه، هم من ظهروا للصورة، لكن من لم يظهروا للصورة فهم أكثر بكثير، من قتلتهم الميليشيات الحوثية ومن عذبتهم ومن خرج أعمى لا يبصر من سجون الميليشيات الحوثية وما تقوم به. فالطفل طفل قاصر في السن، هو تقريبا أنه 16. في حدود 17، أقل من سن 18 سنة، فتقريبا هو يعمل في الأسماك في شغل الأسماك. نعم. فقاموا بتعذيبه حتى كسر العمود الفقري وحصل خلل في النخاع الشوكي وأصيب بشلل تام كما رأيتموه ورآها الجميع ورآها نعم. كل الناس أنه مسنود على جندي لا يقدر أوقف، فلم يقدروا حالته الإنسانية ولا مرضه ولا شلله، وقاموا بإعدامه في أبشع صورة يراها العالم. نعم. العالم ما الذي فعله للحديدة ولأبناء تهامة ولغيرهم من اليمنيين خلال 7 سنوات؟ نحن أمام مجتمع دولي يتعامل بالنفاق ويرى بعين ويغض الأخرى. المجتمع الدولي عندما يكون هناك تقدم لأحرار اليمن والمقاومين الميليشيات الحوثية وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي وجدت بسبب سيطرة ميليشيات الحوثية على الدولة وبعد انقلابها ومن سهل لها، فيقوم هذا المجتمع الدولي بحجج حقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية، وتفرض علينا الاتفاقيات، مهزلة الاتفاقيات، ويوقف وتوقف عملية التحرير والخلاص من هذه المعاناة التي نحن نعاني منها، وتزداد معاناة الناس. حجة الأمم المتحدة أن الأبرياء يعني يمكن أن يتضرروا، هل بقاء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين هي أكثر ضررا من التحرير أم لا؟ سأعود إليك، أذهب عن إذنك للترحيب بضيفي أستاذ الدكتور عزي هبة الله شريم، وهو وزير المياه والبيئة الأسبق ابن تهامة، للحديث في هذه القضية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي الكريم، حياك الله. الميليشيات الحوثية تعدم العدالة، المتضرر الأكبر اليوم تهامة واليمن عموما. نعم. الكلمة لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نقول إن لله إنا إليه راجعون، وعظم الله أجر الجميع. المصاب كبير بقدر المأساة، تهامة المتواصلة الأبدية المتراكمة لأبناء تهامة، إلا أن تهامة في كل المحن والمنعطفات التاريخية العظيمة والكبرى، مما ثورة 48 و55 و62 وإلى اليوم وما قبل ذلك، وهي تقدم قوافل من الشهداء
من أجل الحرية والكرامة، من أجل العدالة، من أجل يعني إرساء مبادئ ومفاهيم وأسس دين الله الحق على الأرض. ما حدث يعني جريمة نكرة مدانة من بكل تفاصيلها وبكل أركانها من الجميع. وقبل قليل الأمين العام للأمم المتحدة بذاته يصرح ويدين مثل هذه العملية، ناهيك عن أيضا عن كثير من التداعيات والتفاعلات لهذا الفعل الغير الخارج عن كل سياقات الأعراف والقيم والأخلاق والدساتير والقوانين. هذه جريمة يعني مكتملة الأركان، الهدف منها ترويع الناس، المزيد من الرعب والمزيد من نفس يعني من بسط النفوذ والسلطات، لكن هي بداية النهاية. النهاية قربت، الحوثي يغتال الحياة، الحوثي يغتال الوطن، الحوثي يغتال كل مقومات ومفاهيم القيم الأخلاقية ومفاهيم السلام. نقول وداعا استوكهولم، ندعو كافة القيادات في الميدان أن ترفع من جاهزيتها، ندعو الشباب في الألوية التهامية وإذا رفع صور الشهداء إلى الاحتفاء بشهدائنا الأبطال، شهداء الوطن، شهداء الثورة، شهداء الوحدة، شهداء الحرية. نعم. هل النخبة التهامية قادرة على تقديم شيء لهبة تهامية تنتفض بناء على هذه الجريمة الشنيعة؟ العالم كله ينتفض، الوطن كله ينتفض اليوم. تهامة يعني بقدر جرحها ومعاناتها إلا أنها كل يعني فصائلها من مختلف المشارب، منذ يوم إعلان ما قبل الإعدام بيومين أو ثلاث بدأت ملامح الإعدام تتجلى أو تظهر للصورة، والناس على تواصل وفي تواصل حي واجتماع شبه مفتوح تقريبا. صدر بيان بالأمس، كان في اجتماع صدر بيان عن كافة التكتلات الوطنية، بيان عام وبيانات منفردة من مختلف القوى. أيضا نشكر القوى السياسية كافة، التحالف الوطني، نشكر الإخوة في المكتب السياسي، في المقاومة الوطنية والمقاومة التهامية، في الحراك التهامي، في التنظيمات السياسية الأخرى. الكل الآن هذه هي فرصة حقيقية لأبناء اليمن كافة لأن يقولوا قولهم الحق، وفي تقديري أن الجميع يقف عند مقولة واحدة، أن الصبر نفذ وأن الحق يجب أن يعود إلى أهله. استعادة الدولة مطلب الجميع، الميليشيا والفوضى لا تولد إلا فوضى. في 2015 و 2016 كان لافتا جهد تهامة في المقاومة الشعبية، وكانت عملياتهم النوعية ضد الميليشيات الحوثية مصدر رعب. هل يمكن أن تكون مفتاحا جديدا للتحرير في تهامة؟ كل شيء وارد وكل الاحتمالات واردة، وتهامة في كل يوم يعني تعطي صورة جديدة في النضال، في التضعية، في العطاء. وستكون هناك وسائل متعددة سيتخذها أبناء تهامة وخلفهم كل الوطن اليمني، كل شرفاء الأمة وراء هذا التوجه. اليوم يمعن الحوثي بعد أن يرقص على جثث الضحايا في صنعاء، يمعن في منع استقبال العزاء وأي موكب تشيع جنائزي للشهداء. هذا الفعل المجرم الجبان اللا أخلاق المنحط يجب أن لا يقف الناس يعني عند هذا الحد. يجب أن تتعالى الأصوات وأن ترتفع ليعلم العالم ماذا يحدث وإلى أين نحن سائرون. نحن نتجه إن شاء الله تعالى بتلاحم الجميع نحو استعادة الدولة، نحو بناء الوطن المنشود، نحو وقف هذا النزيف الدامي التي تصنعه ميليشيا الموت. تساؤلي الأخير معك أستاذ دكتور، وسأعود لضيفي في الاستوديو عن المبعوث الأممي وهو يلتقي بمسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أو المشرف عليها، التركيز على فتح الموانئ في الحديدة. هل ما زال هذا الحديث مقبولا لدى التهامية؟
والله يا سيدي، أنا يعني ممن وما زلت نتمنى أن يحل السلام في اليمن، لكن في كل يوم وفي كل لحظة إذا استوكهولم يعتبر اليوم أداة رئيسية في القتل. استوكهولم هو المبرر الذي أتاح للحوثي أن يفعل جريمة شنعاء. فكيف سيقبل أبناء تهامة اليوم باستمرار أداة القتل بأيدي الجريمة بأيدي المجرم؟ استوكهولم أصبح أداة للجريمة في أيدي القتلة. فلا أعتقد، بتقديري لا أعتقد أن أبناء تهامة سيقبلون استمرار يعني سيعملون على نزع هذا السلاح بالتأكيد من 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 يد من وقع في يده بالخطأ. أشكرك. وقعوا فيه سواء في الأمم المتحدة واللي اعترفوا بالخطأ فيه جريفيث وغيره، الكل الآن يعض الأصابع على ستوكهولم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ دكتور عزي هبة الله شريم، وزير المياه والبيئة الأسبق، كنت معي للإطلالة على المشهد. أعود إليك أستاذ عامر دليش للحديث حول الجريمة الحوثية، ويعني هذا المسار الذي يحاول البعض يعني تنشيطه هو مسار السلام مع هذه الميليشيات. هل أجهزت هذه الميليشيات على هذا المسار؟ أي عن أي سلام يتحدثون وعن أي سلام يصار هذا المشهد؟ هذا المشهد نحن أمام ميليشيات حوثية منذ اتفاق ستوكهولم الذي هو كان مؤمل منه، والاتفاق واضح المعالم أن خروج الميليشيات وعناصر الميليشيات وتسلم إلى الدولة موانئ الحديدة وغيرها وإلى القوات وقوات الأمن التي كانت في كشوفات نعم الدولة نعم إلى قبل 2014 لم ينفذ حتى بندا واحدا. كذلك الميليشيات الحوثية تواصل خرق الاتفاق في من أول ثانية في الاتفاق، وهي تقصف منازل المدنيين وتستهدف المدنيين. قبل يومين أو 3 أيام قامت الميليشيات الحوثية باستهداف ميناء المخا، وقامت سلع مدنية تصل إلى الميناء فقامت باستهدافها وإحراقها وإحراق الميناء، ويريدون فتح ميناء الحديدة وكانت ضربة قاضية للتهاميين والمتواجدين نعم والمتواجدين في المديريات المحررة. يعني يسمح يعني مرور الشاحنات والبترول وغيرها لمحافظات صنعاء وللمديريات غير المحررة التي تقع تحت سلطة الحوثيين، ولكن تقصف موانئ الشرعية. نعم. نعود إلى هذه الحالة من الاستهتار بالطفولة مع إعدام الطفل، السجن وتعذيب وإعدام طفل. هل يمكن أيضا أن تلقى حشدا دوليا رأيا عاما ضاغطا في هذا الاتجاه بخصوص الأطفال؟ نحن نتمنى أن يكون هناك موقف دولي، ومن يدعون حقوق الأطفال وحقوق الطفل وغيرها أن يكون لهم كلمتهم. الميليشيات الحوثية هي لا تراعي الطفولة ولا حقوق الطفل، فهي قامت بالزج بالأطفال، هي كل يوم تحرق الأطفال في معارك أبثية وتقتادهم نعم. إلى الجبهات. قتلت الطفولة وقتلت كبار السن وقتلت النساء وقتلت قصف الميليشيات الحوثية المنازل المدنية في تهامة وفي تعز وفي غيرها، وقتل النساء وقتل كبار السن، والحيوانات في اليمن لم تسلم من عبث الميليشيات الحوثية التي فخخت الطرقات. نعم. ماذا عن أيضا استخدام القضاء كأداة كما جرى في هذه القضية، تسخير الأداء والسخرية من القضاء وإهانة القضاء بهذا الشكل؟ الميليشيات الحوثية أهانت القضاء وأهانت الحق والحقوق في اليمن بشكل عام، فرضت سيطرتها وقامت بإعدام أبرياء لا ذنب لهم، فالله المستعان على ما حدث. فهي ما يجري في صنعاء وما يجري في القضاء هو كما تمرر وكما تريد الميليشيات الحوثية، هو إفزاع وإرعاب الآخرين من أي انتفاضة ضدها. فتح الزوامل والرقص على جثث الشهداء، هل له دلالات يعني محددة؟ هل هذه الدلالات بالنسبة لليمنيين صادمة إيجابية لتحفيزهم على الثورة؟
ما الذي ستؤديه مثل هذه الأعمال العبثية؟ هذا استفزاز لكل اليمنيين، واستفزاز أيضا لغير اليمنيين ما تفعله الميليشيات الحوثية. كانوا يطلقون الرصاص ويصرخون بالموت، يطلقون الرصاص على الشهداء وهم يعدمونهم ويصرخون بالموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وشهداءنا يقابلونهم بنطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هؤلاء يطلقون يصرخون بالموت لأمريكا ويقتلون اليمنيين. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. إذن ابقى معي، سأذهب لضيفي عبر الهاتف الأستاذ وديع عطا، الصحفي والمحلل السياسي والناشط السياسي أيضا. أهلا وسهلا بك أخي وديع. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفكم الكريم. يوم أسود بالنسبة لليمنيين، يوم أسود بالنسبة لتهامة، أكثر من 24 ساعة مرت، كيف مرت هذه الساعات الثقيلة على قلوبنا؟ نعم، حقيقة أن اليمنيين أمس كانوا في أوج استفزازهم النفسي والمعنوي بسبب ما حصل من جريمة نكراء ومجزرة ارتكبتها ميليشيا الإرهاب الحوثي بحق 9 المدنيين المواطنين الذين حرموا من أبسط حقوق الدفاع عن أنفسهم وفقا للمعايير القانونية والأخلاقية التي يعني تقررها كل المواثيق الدولية والوطنية كذلك. يعني كل ما 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 ارتكبه الحوثيون أمس تجاوز كل الأعراف القانونية والقبلية والاجتماعية كذلك. لم يحدث أن بثوا مجزرة بمثل هذا الحجم يعني على الهواء أمام القنوات الفضائية وأمام آلاف المواطنين بهذه الدموية كذلك. يعني حتى كانوا أطفال متواجدين في المشهد، فالموضوع كان فيه كان مليء بالمتناقضات الأخلاقية والقانونية كذلك. وبذلك يعني يفترض أن لا تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وأن تكون لنا جميعا لنا وقفة، بدءا بالشرعية كجهة رسمية تمثل الجمهورية اليمنية رسميا، وكذلك النشطاء السياسيين والقانونيين والحقوقيين، ونعمل جميعا على موقف قوي وصلب يجعل هذه الجريمة أن تكون آخر الانتهاكات بحق المخطفين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيا. هل يستطيع التهاميون رد الصاع سريعا؟ نعرف أن تهامة في 2015 و2016 كانت يدها الطولة في تنفيذ العمليات النوعية، اليوم الحوثيون في مرمى أيضا أبناء تهامة، هل يستطيعون، هل تحفزهم تلك الدماء لعمل شيء جبار؟ نعم أخي، الجريمة لم ترتكب بحق التهاميين فقط ليكونوا معنيين بالرد عليها، على هذه الجريمة الحوثية. كل إنسان في الكوكب. نعم. كل إنسان يعني في الكوكب. نعم. الجريمة هي انتهاك بحق الإنسانية جمعاء وبحقنا كيمنيين بشكل رئيسي، لكنني أؤكد لك أيضا بأنه التهاميين لن يسكتوا، وستكون هناك ردود فعل قريبة على المدى القريب إن شاء الله. هم متواجدين في مختلف الجبهات حاليا في مأرب وفي غيرها، وكذلك على مستوى يعني الجبهات والمتارس الأمامية في الجهة الجنوبية من محافظة الحديدة، وكذلك اليوم بدأت تظهر حتى داخل مدينة الحديدة بعض الكتابات المنددة بميليشيا الحوثي، ويقمصون شعار الميليشيا ويكتبون شكرا جواس، ويشيدون أيضا ببعض البطولات للجيش الوطني. نعم. هذه الكتابات بحد ذاتها تعتبر مؤشر جيد. ونذكر أيضا كما أنت يعني أشرت إلى أنه في 2015-2016 أيضا كان هناك خلايا مقاومة تهامية متواجدة في مناطق سيطرة الميليشيا، لكن للأسف هذه الطلائع كانت مقدمة لجيش تهامي وطني حقيقي يمثل الشرعية ويمثل الوطن في معركته ضد الميليشيا، لكنهم للأسف خذلوا من قبل الشرعية ولم يجدوا الدعم الكافي. حتى اليوم لا تزال المقاومة التهامية والمقاتلين الوطنيين في الساحل بحاجة فعلا إلى أن تمد لهم يد الشرعية بالعتاد المطلوب لكي ينطلقوا غير عابئين بكل بالحسابات الدولية التي تقيدهم. نعم. فيما يخص العدالة وانتهاكها بهذه الصورة السافرة، هل لدى السلطات الحكومية مجال للتعامل مع هؤلاء القضاة؟ الحقيقة أننا نحن كمواطنين وكحقوقيين أيضا وناشطين سياسيين نطالب الحكومة الشرعية بأن ترد الصاع بمثله وأقصى كذلك، بأن تعجل في محاكمة يعني رموز الحوثيين وقياداتهم المتواجدة في سجون الميليشيا، وأن ترد يعني تم إصدار حكم إعدام لكن لغائبين فارين، بينما نعم الميليشيات الحوثية تنفذ في الحاضرين الموجودين في سجونها. نعم، لكن أنا أطالب بأن الشرعية تمثل يعني أو تفعل أوراق الضغط اللازمة التي يفترض أن تستخدمها أيضا لكبح
جماح الميليشيا. اليوم لدينا آلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيا، مهددين أيضا بمثل هذه الجرائم. الجريمة الأمس والإعدام الدموي الوحشي الذي تم أمس هو مقدمة ربما لجرائم قادمة يفترض أن تعمل الشرعية على منع حدوث مثلها أو تكرارها كذلك. كذلك نشير أيضا إلى مسألة النفاق الدولي المتمثل في موقف المجتمع الدولي الذي يسكت عن مثل هذا، عن مثل هذه الانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي، والتي تستخدم الملف الإنساني لمجرد المزايدة والاستثمار السياسي على حساب حقوقنا كيمنيين. لماذا لا يقوم أبناء تهامة ب يعني عمل لجنة والذهاب إلى كل المنتديات الدولية بهذا الملف لوحده؟ أبناء تهامة في الأخير هم جزء من المجتمع اليمني، وهم في الأخير يعني تحت مظلة الشرعية الرسمية. لا ينبغي لأحد أو كيان أن يمثل أن يقوم بما يجب أن تقوم به الحكومة الشرعية، إلا في حال تعلن الحكومة الشرعية عجزها وأنها لم تعد تمثل أبناء تهامة وتمثل أي محافظة. هذا ليس قياما بدور الحكومة أخي وديع، دورا للمجتمع المدني، دور ضاغط معروف وتقوم به الميليشيات الحوثية عبر أذرع عديدة. وفي الإطار السياسي والاجتماعي كذلك والحقوقي هناك يعني ملفات قدمت عبر مثلا رابطة أمهات المختطفين عن المختطفين، عبر كذلك مجلس التهام الوطني وهو اليوم اللافت الأكبر، عبر الأطر المدنية والمبادرات الشبابية قدمت كل الانتهاكات، وكذلك عبر منسقي حقوق الإنسان التابعين إذن للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان قدمت كل الأولويات. نعم لكن أنت وقعت انتهاكات. نعم لكنك أيضا تريد أن تستفز هذه الجريمة يعني دماء الرسميين والمسؤولين الرسميين في الحكومة لعمل شيء. أشكرك جزيل الشكر وديع عطا الصحفي والناشط السياسي، كنت معي في تغطية اليوم عن هذه الجريمة إعدام العدالة. أعود إليك أستاذ عامر الدليش بالتساؤل عن الربط ما بين ما حصل وما يتوقع وما ينتظر في كثير ملفات مطروحة على الطاولة، كما كان هذا الملف مطروح، ماذا ينتظرها؟ ملفات معتقلين تم إصدار أحكام عليهم كهذا. نعم مسألة خطيرة، وما قامت به الميليشيات الحوثية من إعدامات للعلن هي مؤشر خطير لشيء أفضل مما يتوقع في الأيام المقبلة. وذكر الأستاذ وديع مثل هذه المشكلة الكبيرة التي يتوقعها. عموما الأستاذة ميساء شجاع الدين وهي صحفية وكاتبة تقول مجموعة من الجرائم ارتكبها الحوثيون في هذه الجريمة تحديدا جرائم سفك دماء تسعى بإعدامهم بعد إجراءات قانونية هزلية، سجن وتعذيب وإعدام طفل، إهانة القضاء، الإعدام في ساحات عامة لتكريس حالة الرعب في نفوس الناس، فتح زوامل الرقص عليها في استهانة بحرمة الموت والدم، حتى وصف عديمة الإنسانية لا يفيهم حقهم. هل هم عديمو إنسانية؟ الميليشيات الحوثية عديمة الإنسانية، عديمة الأخلاق، عديمة الأعراف، عديمة قضت على كل شيء بما ارتكبته من جريمة وترتكبة. لماذا المجتمع الدولي لا تزال مثل هذه التوصيفات غير مسموعة لدي أو غير مفهومة لدي؟ لماذا لا يعرف الميليشيات بطبيعتها وبحقيقتها؟ المجتمع الدولي هو يرى بعين ويغض الأخرى، هو يرى ما مصالحة. تقوم أيوه نعم هو ما قاموا به من منظمات إنسانية ومعاناة المواطنين وما تورد إليهم من أموال، هم يريدون هذه الأموال أن لا تقطع بحجج المعاناة الإنسانية في اليمن وما يحصلون عليه من منح وهم قائمين عليها، أموال تصرف ومليارات تصرف باسم اليمن وهي تذهب للمنظمات هذه التي تدعي حقوق الإنسان ولا نرى منها شيء. كذلك فنحن اليوم أمام خيار لا خيار آخر، أن الحكومة الرسمية، الحكومة المعترف بها رسميا والمعترف بها دوليا، هي من تقوم بفض اتفاق ستوكهولم وتأمر القوات طبعا
بدعم وإسناد من الأشقة، وتأمر القوات التي متوقفة على في المتارس الأمامية على أسوار الحديدة وغيرها من الجبهات، وأن هذه الفعلة التي قامت بها الميليشيات الحوثية إعدام المدنيين على مرأى ومسمع أن يكون لها ردة فعل، وهو الإنهاء في سرعة الإنهاء لهذا الإنقلاب والإنهاء للميليشيات الحوثية، ولا إنهاء للميليشيات الحوثية إلا بتحرير محافظة الحديدة. طيب، إذا هذه الجهد الحكومي مطلوب، وأيضا هنالك جهد موازي تقوم به رابطة أمهات المختطفين. نقول على لهذه الرابطة ولكل منتسبيها: عليكم السلام. أمت السلام الحاج، أهلا وسهلا بك رئيسة الرابطة. يوم أسود في تاريخ اليمنيين وفي تاريخ تهامة، ماذا لديك عن مشاعر كل أم؟ حياكم الله، ونشكركم على تناول هذه القضية الإنسانية محرقة القلب. أعزي كل امرأة يمنية في اليمن، كل قلوب الأمهات، نساء تهامة، أمهات المكلومين، الأمهات الذي أعدموهم. نعزي أنفسنا والله، إنه من أمس ونحن يعني نتألم ونبكي ونشارك الأمهات في ذلك، في هذا الألم. ما كنا نتوقع أن يكون هذا الإعدام بهذه الصورة السريعة. كنا عند باقي الدفوع من المحامين وباقي استكمال القضايا، باقي استكمال القضية، متابعتها يعني في الاستئناف، والمحامين ما زالوا يتابعوا ونحن نتابع مع المحامين ماذا عملوا، أي اللي قد سووه، ونعين الأسر في بعض الأمور. لكن تم التسريع بهذه الجريمة وانتهاك هذا الحق، وشفتم كيف ولاحظتم كيف مؤلم. أن عبد العزيز كيف كان محمول، ومحمد نوح وغيرهم. لكن نقول عند الله تجتمع الخصوم، وهذه الجريمة لن تنتهي بالتقادم، ولن تنسى، ولن ينسى اليمنيون ما عمله الحوثي فيهم. كانت الحديدة مدينة أو تهامة عموما قد ذاقت الويلات منهم، وهذه جريمة أخرى لأبناء تهامة يرتكبها الحوثيين ظلما وعدوانا على هؤلاء أبرياء. بل أنهم بعضهم كانوا عاملين في اللجان الشعبية وغيرها، يعني حتى ما رعوا أنهم معهم مناصريهم وعاملين معهم، وفي الأخير انتهكوا حقوقهم بهذه الطريقة ويعذبوهم، وتم تعذيبهم بشكل مريع. أحد الضحايا يقول: والله لو قالوا لي، لو اتهموني بقتل رسول الله لقلت لهم نعم، من شدة التعذيب الذي عذبوهم به. ما هي الرسالة لكل هذا التعذيب ولكل هذه القسوة وللإعدام في ظروف غامضة وسريعة وسرية لمن قلت عنهم متعاونين؟ ونعرف أمين عام المجلس المحلي أيضا كان في دورة ثقافية كما تداولت وسائل الإعلام، وكان ينشط معهم في فعالياتهم. ما هي الرسالة لمن ينتسبون للميليشيات الحوثية؟ نقول لهم شوفوا كيف عملوا بمن ساندهم ومن تابع معهم. هذه الجماعة لا تعرف أحد، ما تعرف إلا نفسها، لا تعرف إلا سلاليتها، لا تؤمن بأحد، ولو نفعهم ولو فعل لهم ما فعل لهم. هذه جماعة عنصرية سلالية مقيتة، لا تؤمن بالشراكة، ولا تؤمن بمعروف، ولا تؤمن بأن حد يعمل لها أي اعتبار. هذه جماعة تنتهك حقوق اليمنيين عموما، لا فرق عندها بين أحد، اليمنيين كلهم عموما تنتهك حقوقهم. ثم أنها بعد ذلك تحكم على هؤلاء وتعذبهم هذا التعذيب الشديد ظلما وعدوانا وجورا، لم يرتكبوا إثما ولم يرتكبوا جرما في هذا، وإنما لفقوا لهم تهم باطلة، وهم يعلمون أنهم كاذبون، يعلمون 100% أنهم كاذبون. لكن هذا الأمر نريد الجميع أن يقف
ومعنا في أن هذه الجماعة لابد أن تحاسب ويحاسب على هذا الفعل ويحاسبوا على هذا الفعل. لن يحاسبهم إلا اليمنيون إذا ما استطاعوا الوصول إلى قياداتهم وأيضا تحرير البلد منهم. غير ذلك هي يبدو كما يقول الكثيرين بأنها يعني محاولات غير مجدية، الميليشيات لن تفهم إلا بلغاتها. في الرابطة، ما الذي ستحركه هذه الجريمة، جريمة إعدام العدالة كما سميت؟ هل يمكن أن ننتظر من الرابطة مثلا وضع كل ملفات من أصدرت بحقهم أحكام إعدام منفردة وبصورة عاجلة على كل الطاولات؟ نعم، هذا الذي نحن الآن بصدده، ونجمع معنا كل الناشطين ونجمع معنا كل المنظمات التي ستتفاعل معنا أن ننقذ أبناءنا الباقين لداخل السجون. معنا 3 نساء محكومات عليهم بالإعدام، هذا لداخل السجون عند الحوثي، ومعنا الصحفيين 4، ومعنا 37، ومعنا 21، ومعنا 11 مقدمين للمحاكمة. أفواج وشهية الحوثي الآن مفتوحة لهذا، ولذلك نريد أن يقف معنا الجميع في إنقاذ أبنائنا. لا يكفي أنهم يتأسفوا علينا ويدي لنا مجلس الأمن ولا السفارة الأمريكية ولا غيرهم أسف، ما نفعل بالأسف. نريد حلا واقعا، نريد أفعال ولا نريد أقوال. نشتي نخرج أبناءنا وننقذ أبناءنا من تحت أيدي هذه المقصلة البغيضة جماعة الحوثي. هذا الذي نناشد الجميع أن يقفوا معنا فيه، وأن يقفوا معنا صفا واحدا، ونضغط جميعا. الضغط له دور، والصوت المرتفع له دور، وعلى الأهالي أيضا أن يقفوا معنا ونرفع صوتنا كلنا. اليوم الأمهات كلهن بيرسلن لنا، إحنا خايفين إن عيالنا يقتلوهم مثل ما قتلوا هؤلاء 9. قيمة عظيمة رابطة الأمهات، ما قدمته لم تقدمه أي جهة ربما على المستوى الوطني في كثير من قضايا أبنائنا المعتقلين المخفين قسريا، وأيضا من يتم تعذيبهم. نرفع القبعات، لا نستطيع إلا أن ندعو لكم وأن نشد على أيديكم وأن ندعمكم ونؤازركم في كل وقت وبما تقومون به، وندعو المجتمع أيضا لدعمكم ولمساندة مثل هذه القضايا. أشكرك جزيل الشكر أمة السلام الحاج. دكتورة أمة السلام الحاج، وهي رئيس رابطة المختطفين، هل من كلمة أخيرة؟ هذه قضية أمهات، هذه قضية الأمهات، هذا قلب أم، وهذه عدالة. نحن كرابطة نطالب بشيء إنساني، بحق الأمهات في إحياء أبنائهم، في لم أبنائهم، في جمع أبنائهم إلى أحضانهم. هذه مأساة والله. لما شوفوا كيف الأمهات لما شافين أبنائهن وهم بيتحملوهم للإعدام، يعني حاجة نعم تكهر القلب وتحرق القلب. نعم، وأنا أيضا نشكر من ساندنا ونشكر من قدم لنا أي تعاون معنا، ونريد أن يكون الضغط قوي من الجميع والكلام مرفوع والصوت مرفوع ومستمر ولا يتوقف. يعني جميعنا نشاطركم لحظة بلحظة كل المعاناة. لدينا صحفيين أيضا، عبد الخالق عمران وزملائه، قلوبنا يعني أيدينا على قلوبنا، لا ندري هذه الميليشيات إلى أين تذهب بهذه الملفات الخطيرة، وما الذي تريد أن تعبث به في هذه اللحظة، وكيف أيضا تربك كل المشهد اليمني، يكون المشهد اليمني في اتجاه فتربك الميليشيات هذا المشهد. نسأل الله أن يفرج عن جميع المختطفين. تفضلي. آمين آمين، نسأل الله ذلك. نشكرك جزيل الشكر إذن دكتورة أمة السلام الحاج، رئيس رابطة المختطفين والمخفين قسريا، كنت معي في تغطية اليوم. أعود إليك للتعليق على قلب الأم وهو يتحدث. نعم، قلوب أنت سمعت أنين قلب الأم هذا، وهي لست أبنائها، فما بالك من كانت هي الأم الحقيقية وهي ترى أن أبنائها يعدمون وتسفك دماءهم أمام مرعى ومسمع كل العالم، وما تقوم به الميليشيات الحوثية من مجزرة وحشية شنيعة وبشعة لا يقبلها لا عرف ولا
قبل ولا أخلاق ولا أي شيء من هذا القبيل. الميليشيات الحوثية هي ميليشيات أداة موت فقط. الصراع الذي بين الميليشيات والذي ربما دفع لهذه الجريمة الوحشية إلى أين سيذهب؟ الصراع في الميليشيات الحوثية والتصفيات، أنت رأيت تم تصفية حسن زيد وهو وزير وقيادي، وهو من كان يهدد بإحراق الحديدة بأكملها إذا تم تحريرها وغيره، تم تصفيته. وكثير من القيادات ما قاموا به من جريمة ضد الأبرياء وقتلهم وسفك دماءهم هي لتغطية الصراع ولتغطية جرائم آخرين وجزء من مسيرتهم، وجزء من مسيرتهم، مسيرة الدم، مسيرة الدم. الجريمة المستمرة. إذن أعزائي المشاهدين، أنا في ختام التغطية الخاصة اليوم لهذه الجريمة الشنيعة أشكرك جزيل الشكر عامر أحمد دليش الناشط السياسي، كنت معي في تغطية هذا الحدث، ونتمنى من الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا أنا وأنت وأيضا من شاركونا الحديث في هذه التغطية لتحفيز يعني تغطية الصورة وأيضا تحفيز أرواح المجاهدين والمناضلين والمقاتلين في كل الجبهات لاستعادة الزمام والذهاب نحو مستقبل اليمنيين، مستقبل آمن بعيدا عن هذه الميليشيات، ميليشيات العنف والدمار والدماء، ميليشيات لا ترعوي إلا باللغة ذاتها التي تستخدمها ضد اليمنيين في كل وادي وفي كل مدينة وفي كل جبهة. اليمنيون على موعد مع القادم، والقادم يكون بتحرير الأرض واستعادة الوطن واستعادة مؤسسات الدولة والعودة إلى كل قرية هجر منها اليمنيون. الحوثيون يكتبون نهايتهم كما شاهدنا وتابعنا كثير من المتابعين السياسيين يعتبرون هذه، والأستاذ العزي هبة الله شريم الذي كان معنا يقول أنها بداية النهاية لهذه الميليشيات. الكثيرون أيضا يتفائلون بأنه كلما زاد الطغيان، كلما زادت الجريمة إلى هذا الحد، يعني نحن على موعد إن شاء الله مع الفجر. أشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة، وألتقي بكم في تغطية خاصة أخرى في أمان الله. We'll be right back.